كانت يوستينا، مش كده؟ يوستينا الطالبة الجامعية المصرية البولندية، لا نعلم ما إذا كانت بريئة أم مدانة يعني، ولا هنا دي منصة قضاء لتبرئة أحد ولا لإدانة أحد، لكن من حقنا نوضح الموقف ده من وجهة نظرك، لأن هي في أقوالها ما أحضر قدامك يا إما أنه تأخذ بها يعني، إما إن أقوالها تأخذ بها النيابة كحقيقة أو تتعامل معها أو لا على إنها يعني أقوال متهمة بتتهرب من الاتهام. ماشي فن. يوستينا كم سنة؟ 19 سنة. والدتها بولندية. ده جواز السفر بتاعها؟ ده جواز السفر بتاع بنتي. آه. اللي هم بيقولوا في السوشيال ميديا. هي جواز سفر مصري وبولندي. مصري وبولندي. أيوة طبعا. بس ده البولندي، ده البولندي معايا، والمصري هو اللي كان في جيبها. اه حضرتك نقول من الاول، اولا انا عايز اقول لحضرتك ان القاضي ده صديق عيله، ده مش واحد لسه نعرفه النهارده او امبارح، ده صديق شخصي من 10 سنين. احنا بنشتغل عندي اكتر من مجال في الشغل، احنا في شرم الشيخ كنا بنشتغل، عندنا شركه سياحيه اسمها بولينيا شرم، دي متخصصة في السياحة ومتخصصة في العقارات، تسويق العقارات. أنا في الزقازيق بشتغل في تجارة الذهب، برا مصر بشتغل في تجارة الذهب، وعندي الشركة المصرية اليونانية للطاقة الشمسية، ده مجال شغلنا. احنا نعرف القاضي ده من 10 سنين. المفارقة الغريبة يا أستاذ وائل اللي أنا عايز أوضحها لحضرتك، إن القاضي ده في خلال 10 سنين ما شفتش أخلاق أعلى من كده. تعاملنا معاه راجل حاجج، راجل بيصلي، راجل من عيلة. لما باجي أتخيل إن الراجل ده سيادة المستشار يقدر إنه ينقل مخدرات، أنا بتجيلي حالة ذهول. العلاقة بيننا وبين القاضي ده علاقة تعتبر عائلية. كل ده لا ينفي أن يقع أحد في الجريمة. نقول حضرتك بيصلي بيحج، ده مش ده يخص معناه هو. إنه اكتسب حصانة دينية يعني وأخلاقية. المستشار ده إحنا كنا موجودين في شرم الشيخ لما البنات دخلت الجامعة، قفلنا نشاطنا في شرم الشيخ اللي هو كان استثمار. أنت نشاطك استثمار عقاري. ده في شرم الشيخ استثمار عقاري. هو كان عاوز إيه؟ عايز شقة ولا عايز فيلا؟ لا هقول لحضرتك، هو اتصل الأول ببنتي الوسط، أنا عندي 3 بنات، ما اتصلش بيوستينا اللي موجودة معاها دي، اتصل ببنتي اللي اكبر منها شويه، قال لها ان هو عنده يعني لو عندكم لسه شاليهات او اسعار الشاليهات الموجوده في شرم الشيخ بعد اذنك قولي لي، لان انا الايام دي بشتري شاليه. البنت الوسط قالت له احنا من بعد ما جينا من شرم الشيخ على الزقازيق احنا بطلنا الشغل في المجال ده، لان بابا قال ان احنا لازم نروح الكليه نذاكر وبس. فهو قال لها ده انا كنت فاكر ان في يعني في عندكم اسعار وكلام من ده. قالت له لا عمو، بيقولوا له يا عمو احنا متشكرين. قفل التليفون. بعد منها بيومين عاود الاتصال بيها تاني، بس ما اتصلش بقى المره دي ببنتي الصغيره، لا اتصل ببنتي الكبيره، لا اتصل ببنتي الصغيره. يا يوستينا انا لقيت عندي شاليهات في بورسعيد وفي راس سدر، وانا عايز اخدك معايا عشان تقدري الشاليه ده، هل انا هشتري صح ولا لا؟ فقالت له انا ما عنديش مانع، بس انا ما عنديش وقت. قال لها معلش يعني شوفي وقت وكلام من ده. البنت قفلت التليفون، عاود الاتصال بيها والكلام ده كله مظبوط في المحاضر ومظبوط على التليفون بتاعها، عاود ان هو يتصل بيها 4-5 مرات. انت هتكمل، بس انا عايز اقول دي يعني ده كلامك ماشي، بمعنى انه ممكن تكون بتقول هذا الكلام علشان بتشوفوا ازاي تستفوا القضيه، وممكن يكون خليني بس، وممكن يكون هذا الكلام حقيقة. لا هي الحقيقة، لأن نسبته يعني التليفون. ما أنا هنا بقى أنا بسيب ده، مش أنا ولا أنت. هنسيبنا للنيابة. اللي هنقول حقيقي. ماشي يا فندم. لما بعد كده لما هي لما حاول يتصل بيها هي ما ردتش عليه، لأنها مش هتروح. راح بعت لها رسالة نصية مكتوب على التليفون بتاعها، ردي عليا عشان أنا عاوزك في موضوع ضروري. النهاردة لما تكون في حد مشترك مع حد في مصلحة شغل هيتحايل عليه عشان يرد عليه، الرسالة النصية وانا متهيألي الاستاذ محمد موجودة في التحقيقات بتاعت النيابة ومثبتة على تليفون بنتي. طب خلاص ما راحت معاه في النهاية يعني. كلام كويس؟ راحت معاه في النهاية. المهم بعد كده راحت معاه في النهاية. عدى عليها البنت ما معهاش لا شنطة، كل اللي في جيبها فلوس كلام فارغ. ثانيا باسبورها المصري ما هواش الاوروبي. النضارة بتاعتها، التليفون. 3 حاجات. انا بنتي الحجم مليان شوية،
عندها القلب وعندها السكر وعندها الضغط. ربنا يشفيها. بأمر الدكاتره ممنوع تشيل شنطه. وهحكي لحضرتك ايه اللي حصل في موضوع الشنطه في النفق واللي الاستاذ محمد يعلمه تماما. ايه اللي حصل بعد كده؟ يوستينا نزلت بالعربيه. المستشار اول مره ما يسوقش العربيه. والمعلومه اللي ما قالهاش ابو السواق ان السواق كان قاعد ورا، ما كانش قاعد قدام. اللي كان سايق العربيه هو القاضي، وكانت بنتي قاعده جنب منه. قال لها ليه ليه؟ معرفش. ما انا هقول لحضرتك ليه بقى. انا هقول لحضرتك المفاجآت ليه بعد كده. لما بنتي ركبت معاه وهم في السكه قال لها ده الراجل السمسار بتاع بورسعيد غير الميعاد اللي هم كانوا رايحين يشوفوا فيه ايه الشاليه. نسيت اقول لحضرتك ان هو في التليفون بتاعه عرض على بنتي صور الشاليهات اللي رايح يشتريها، وده مثبت في التحقيقات ان الشاليهات بتاعت اللي كان خد بنتي اللي اوهمها بكده معاه مثبت في التحقيقات ان دي. شوفي الشاليهات دي، ايه رايك في ده، ايه رايك في ده. خد البنت، البنت راح معاه تطوعا لان ده عمه، عمه صديق بابا وصديق العيله اللي راحه، لان احنا اشتغلنا في المجال ده كتير. وهي ماشيه في السكه قال لها ده الراجل السمسار غير الميعاد بتاع بورسعيد، احنا هنروح في مكان تاني عشان نشوف اللي هو الشاليه اللي هو راس صدر، اللي هو راس صدر. وهو ماشي دخل القصاصين. لما دخل القصاصين قعد يدور يمين وشمال، تاه القاضي. اتصل بالتليفون من القصاصين بواحد في ابو سوير، كلمه قال له انا تايه في المكان الفلاني ومانيش عارف اوصل العنوان. بعد كده مشي الراجل، بعد شويه راحت جايه له عربيه، خدوا لغايه ابو سوير. جاله عربيه تويوتا لونها ذهبي عليها لسر كبير جدا من ظهر العربيه، والعربيه ما عندهاش لوحات، ما فيهاش لوحات. مشي ورا منه، خد العربيه وخد بنتي اكتر من ساعه في الجبل، وهو ده اللي انا هرجعه لحضرتك بعد كده. خدها ومشي، السواق قاعد ورا ابنه هو اللي سايق، وبنتي قاعده جنب منه اللي هي بتقول له يا عمه اللي راح عشان خاطر تشوف الشاليه. خد البنت في الجبل مشي بيها اكتر من ساعه، وهو ماشي ورا العربيه الجيب اللي ما عندهاش نمر. وصلوا لغايه بيت متصور بسور ابيض، والبيت من جوه معمول بالطوب الابيض. كل اللي قالوا سلام عليكم، اتفتح الباب الورامي واتحطت فيه كميه المخدرات كلها جنب ابن الراجل ده ورا، ما اتحطتش حاجه في الشنطه. شنطه العربيه ما كانش فيها حاجه، لان هو عارف القانون وعارف ان لما يعدي من الشرق للغرب القانون بيقول ان يشوف الشنطه لكن ما يشوفش جوه العربيه. خد البنت بعد كده، بعد ما مشي قال سلام عليكم، اتفتحت العربيه الجيب اتحطت فيها المخدرات، بنتي ما معهاش اي حاجه قاعده قدام. فبعد ما مشيت معاه اكتر من ربع ساعه تلت ساعه. طب ده ينفع من قاضي سابق يا فندم؟ انا هكمل لك لسه المفاجآت اللي هقولها لك. بعد كده لما مشيت ريحه العربيه اتقلبت. انا بكلمك على ساعه متاخره بالليل مع انسه مش السيده اللي مكتوب في المحضر، ساعه متاخره. استاذ مجدي ثق انه لا احد يمكن ان يوجه حتى ادانه اخلاقيه. انا متشكر يا استاذ وائل، انا متشكر يا استاذ وائل. ولا يجرؤ احد انه يتحدث في ذلك يعني. بعد اذنك خلينا اكمل. مشي معاها بعد كده في الجبل ده، انه ماشي اكتر من ساعه شويه، طلع على الاسفلت. الاسفلت اللي قبل ايه بقى؟ اللي قبل النفق. قبل ما يوصل للنفق بخمس دقائق اتصل بضابط جيش اسمه احمد. لا خلينا لو سمحت ما انا بقول لك الحقيقه. لو سمحت، ما هو ممكن يكون بيوهم حد يعني. لو سمحت ماشي يا فندم. لحد بيتصل ب اتصل يعني بشهر. هنا ما هو الاشخاص ممكن يوهمك كده بيعمل تليفون. لا ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. انا بكلم لا لا ما هو قبله يا فندم بس قبله. لو سمحت مش عايزين هنا اذا كان البعض وقع تحت طائله قانون ماشي. هنا اذا فكره البعض ايه يلا بقى نلم ويلا نحط اسماء يا فندم، علشان ممكن حد يوهمك ان والله انا بكلم اهو سكرتير رئيس الجمهوريه، انا هو بكلم يا فندم مدير ما. لا ما عايزين نتحفظ عن اتصل بشخص ما وقال له استناني عند النفق عشان تاخد يوستينا معاك تقعد في الكافيه اللي قبل النفق على انا معدي البر الثاني اخلص شغلي وعشر دقايق وارجع عشان نكمل شغلنا انا وهي. بعد ما خرج على الطريق الاسفلت قابله الشخصيه دي اللي بدون ذكر اسماء، قابلوها في عربيه رسمي ووقف معاه قبل النفق عشر دقايق واتكلم معاه. وبعد كده الشخصيه دي مشت قدامه بالعربيه ودخلت في المكان الخاص بيها في النفق قدامه،
والقاضي دخل بعربيته وبنتي جنبه والسواق قاعد ورا بالمخدرات في العربيه ماشي. جه عند اول النفق، لما جه عند اول النفق نفس الكلام اللي الاستاذ محمد عارفه في المحضر، بدا الضابط المحترم على راسنا بدا يقول له اظهار الشخصيه. الراجل المستشار قال له ايه؟ طبعا انا مستشار وازاي؟ قال له والله القانون عندي لازم ان انا افتش العربيه. طيب كويس، ويجب ان نسعد بذلك اكيد، ويجب ان نفخر بذلك طبعا طبعا. فالمهم وده معناه ان الشخص اللي معاه حتى ما عرفش يعمل له حاجه؟ لا طبعا. وده معناه يا فندم انا ما بقولش طيب ان كان في شخص. ده معناه، وده معناه انه في النهايه اللي بيامن نفق الشهيد احمد حمدي ناس محترمة، قوات مسلحة وشرطة. ما انا هثبت لك اهو حضرتك. وبالتالي هنا يعني القضية من هذا النوع تخلينا نفخر ونتباهى ان الناس كلها اللي هيقع واللي يعتقد انه فوق القانون هيقع. ماشي يا استاذ وائل. في اللحظة دي القاضي وافق ان هم يشوفوا له الشنطة بتاعة العربية. نزل القاضي فتح شنطة العربية، الراجل الضابط ما لقاش فيها حاجة. في اللحظة دي قال للبنتي انزلي من العربية روحي الكافيه ده استنيني على ما اخلص. انا بقى بسأل حضرتك في اللحظة دي زي ما السوشيال ميديا بتقول المهربة واللي لما يجي هو عندك هي السوشيال ميديا اللي حبساها. لا يا فندم، لا يعني خلينا بس هو مين اللي حبس بنتك؟ طيب يعني هل تعتقد ان القضاء لا يتاثر يا فندم؟ انا لا برنامج ولا بسوشيال ميديا، انا ما عنديش اي مشكله ضد القضاء وهثبت لك الكلام. طيب ما خلاص اللي بيحبس بنتك في اجراءات قضائيه بتتخذها، وممكن بنتك مع كل ده تطلع مظلومه. يا فندم بنتي مظلومه؟ مش هتطلع مظلومه. لا انا ولا انت اللي ممكن نقول. ماشي يا استاذ وائل اكمل لحضرتك. بعد ما جه هم شافوا الشنطه، شافوا شنطه العربيه فتحوها، بعد شنطه العربيه قال للبنتي انزلي روحي اقعدي في الكافيه استنيني على ما اخلص وارجع لك تاني. البنت نزلت من العربيه، ده قبل تفتيش العربيه نفسها. بعد ما فتشوا شنطه العربيه فتحت الباب قال لها انزلي، نزلت راحت على الكافيه، يا دوبك دخلت جوه الكافيه جه ورا منها اتنين ستات دخلوا ورا منها الكافيه فتشوا البنت. ده مش مظبوط في المحضر. فتشوا البنت جوه الكافيه ورجعوا من الضابط مع البنت. لما بنتي رجعت على العربيه كان كل محتويات العربيه في الارض. الحشيش اللي هي كانت وهي ماشيه معاه في السكه بتقول له يا باشا يا عمو انا شم ريحه غريبه في العربيه، ايه اللي قلب ريحه العربيه كده؟ ده في انه موجود في نص تحقيق. ايوه يا فندم. هي كانت بتقول له انا شم ريحه. هي بتقول له فهو كان بيضحك عليها. كانت شم ريحه حاجه في. طب امال هي خدت لفافات من يا فندم؟ ما خدتش، ما انا احكي لك اللي حصل. المخدرات حطيتها في شنطتها. لا ما حصلش. الضابط وانا هقول لحضرتك وعندي الفيديو. يا خلينا كده زي ما انت مش عايز حد يلقي الاتهامات على بنت. انا ما بلقيش الاتهامات. بلاش تلقي الاتهامات يا فندم. انا بقول حقائق، انا بقول حقيقة. والاستاذ محمد والاستاذ انت منفعل بهدوء بس يا استاذ مجد. طيب يا فندم اكمل لحضرتك عشان الناس ممكن تعتقد ان احنا بنتخانق. لا يا فندم هكمل لحضرتك. انت بتقول ما حدث من وجهه نظر. لا يا فندم يمكن ان يكون صحيحا ويمكن الا يكون صحيحا. ماشي يا استاذ وائل هكمل لحضرتك. لما هو نزل البنت وراحت على الكافيه هي ما كانتش في العربيه خلاص. الضابط اللي موجود هو اللي بعت اتنين ورا منها دخلوا الكافيه فتشوا البنت وجابوا البنت وجت على فين؟ على العربية. طبعا كانت كل بقى الكلاب كانت جابت المخدرات، مخدرات اتربت على الارض. السيد طبعا المستشار انهار مش زي ما هو لا المستشار ساعة تفتيش العربية والضبط المخدرات بنتي ما كانتش في العربية، بنتي كانت في الكافيه جوه. المستشار انهار ازاي؟ انهار المستشار طبعا، عربيه وعربيته سواء قاعد ورا والعربيه مليانه فيها حرز حشيش. يعني تتوقع يا استاذ وائل في اللحظه دي كان قاعد ورا بيه؟ لا لا هو اللي سايق. انا مش شاهد واقع يا جماعه، احنا السواق ما كانش سايق. هل في الورق ان السائق كان بيسوق ولا لا؟ هو قال لا السائق نفسه هو قال انا كنت قاعد ورا. هو يا فندم السواق كان قاعد. اللي انا بحكيه لحضرتك ما يفرق، ما يفرق قاعد ورا قاعد قدام. اكمل بقى استاذ وائل اكمل لحضرتك. ما هي يعني لا تفرق. عارف ليه تفرق في ايه يا استاذ؟ مش هتبقى المخدرات ورد في النهايه. ماشي يا استاذ وائل. هل ده يحول المخدرات الى زهور؟ لا 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 بس انا عاوز اقول لحضرتك الى شموع. انت دلوقتي انا بسال حضرتك لو سمعني. ولا تسالني ولا مش بسألك. انت عايز توجه هذه المرافعه محاميك يوجهها للنيابه والمحكمه. ماشي يا استاذ وائل. بس لو تعتقد ان المرافعه هنا هتبرئ حد او هتدين حد. لا 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 مش هيحصل. انا بشرح ده. انا بشرح اللي حصل بس. حضرتك لما بعته جاب البنت وكانت المخدرات موجوده على الارض وفي العربيه
الضابط اللي احنا بنشكره وبشكر السيد وزير الداخلية على ان عندنا سادة ضباط زي الضابط ده مسك بنتي. اسوأ الشتايم، لا خلي لا لازم احكي، لازم اقول لحضرتك اسوأ الشتايم، اتهمني بانني ديوس واتهم امها بالطهارة. لو سمحت بس يا استاذ، لا اكمل يا استاذ وائل، ده جانب ملوش علاقه بالقضيه. لا ليه ده؟ ليه ده؟ لا لا لا، لان هو مسك الايديك. اقدم يا استاذ، انا بناقش دلوقتي ضبط مستشار سابق، قاضي سابق بكميات من المخدرات. مش حضرتك عاوز تعرف الشرطه ازاي؟ طب ما يهمش بقى، ما تقوليش بقى هنا اذا في ضابط عمل كده في بنتك قدم بلاغا بذلك. ماشي يا فندم، ويتم التحقيق فيه. اكمل بقى لحضرتك، مسك البنت باي طريقه كانت وبيقول لها قولي هي ما طب ما هتروح في النيابه. ما هي قالت الكلام ده، اثبتت ان الضابط حاول يضغط عليها ويقول لها قولي ان القاضي هو اللي حط لك المخدرات في الشنطه. هو ده اللي انا عاوز الراي العام يعرفه، ان الضابط باسفه الشتايم، الضابط سبنا كلنا. انا عايز اقول يا تاني يا استاذ مجدي، اذا هناك اي ضابط ارتكب مع بنتك شتايم اهانات قدم بيها بلاغه. يعني انا لا اصلا أنا بس ده خلي بالك ده بيبعدني عن القضيه، انا ماليش علاقه بهذه القضيه. ماشي يا فندم. هي في كل الاحوال بنتك حتى في التحقيقات النيابه ما هي قالت انه القاضي متورط بالفعل وانه نقل المخدرات، وقالت اللي انت بتقوله ده القصه، وحكت القصه كامله للناس. طيب. وحكت القصه كامله لوكيل النيابه. بعد ما حضرتك حصل الكلام ده من موقف الضابط لبنتي، هم بعد كده حولوهم للنيابة، وهناك وكيل النيابة سألها سؤال مهم عاوز الناس كلها تعرفه. اللي بيقول لها يعني ايه المشكلة انك انت يكون معاكي شوية مخدرات في شنطتك؟ قالت له لا، اولا انا ما عنديش شنطة، ثانيا انا بطلب دلوقتي يتعمل لي تحليل دم اذا كنت انا بتعاطى مخدرات ولا لا. طيب خلاص، يبقى كل ده انت شوف اهو اجراءات خدها في النيابة بدون انفعال وبدون كلامك ده تاني يمكن ان يكون صحيحا ويمكن ان يكون تستيفا لقضية. يعني اسيب ده بقى للنيابة والمحكمة، هنسيب ده